بحب حضراتكم مره ثانيه. طيب كابتن محمود، كنا بنسال حضرتك قبل الفاصل عن من وجهه نظرك مين من اللعيبه في الاهلي بعد قدوم موسيماني تحسن جدا ادائهم، ابتدوا يظهروا اخذوا فرص، ومين على النقيض؟ في إلو ديانج في الشكل مستواه زاد، بس مهم الاستمراريه بقى فيه. وطالما انا يعني مهم جدا لعبت ساعات ساعات طالما اقدر وصلت للمستوى، يعني انا اقدر اوصل للمستوى ده على الاقل يبقى في ثبات شويه واسعى ان انا اطور مستواي. هو مش يقدر يوصل، هو كان واصل ومحققه قبل كده وعمل شغل نار في ماتشات سابقه، بس في اوقات بتحس ان في فطور كده، خمول، مش عارف طبعا يعني الواحد مش اللعيب ما يبقاش في الفورمه الرياضيه بتاعته طوال الموسم، بس اقدر العب ثلاث اسابيع اربع اسابيع كويس، وممكن اسبوع يقل شويه وارجع تاني. ما في ناس لا على طول، لا صعب يعني مش على طول في مراكز مختلفه، حد زي علي معلول تقريبا بسم الله ما شاء الله على طول مستواه ثابت، محمد هاني نفس الكلام، اكرم توفيق نفس الكلام، قفشه نفس الكلام. هنقولها بشكل تاني، يبقى لا مستوى الهبوط يبقى قليل وارجع تاني مثلا يعني مثلا. ما تبقاش الجاب واسع قوي يعني، يعني ادي اداء ب 8 9 من 10 ادي 3 و 4 لا المفروض يبقى انا طالما متفوق كده خلاص بين 9 و 7 9 ده مستوى اعلى مستوى طبعًا. ومثلا بعد 3 اسابيع 4 اسابيع او في مباراه معينه يبقى في توفيق كمان في ماتشات اكثر بالزبط. من غير طب ما جاوبتناش الشق الثاني من السؤال اللي هو ثاني انا قلت قول لي ديانج كام سنه على النقيض. كنت بسال حضرتك مين من اللعيبه وجهه نظرك بعد قدوم موسيماني ما اخرجوش افضل ما لديه زي ما احنا كنا بنتناقش. وفي محمود كهربا بعيد بقى له فتره يعني الحقيقه. محمود كهربا مين تاني حتى من مش شرط اساسي يعني، مين تاني شايف حضرتك كان ممكن ياخد فرصه ولم يحصل عليه؟ محمد هاني محتاج مجهود كبير يرجع. وعلى فكره محمد هاني ممكن يلعب برضه في الوسط المدافع، يلعب امام فوق خط الوسط جهه اليمين، هو حد هايل يعني يقدر يلعب في اكتر من مركز. بس انا مش عايز الفتره دي تبعده يعني، فاهمه؟ ما ممكن ده يكون اللي حصل بشكل يعني بشكل او باخر مع كهربا. كنت عايز اسال حضرتك على، انت قلت كهربا، طب هل كهربا شويه بعيد نتيجه ان هو شويه بعيد عن المباريات والمشاركه، ولا ده بيبقى ليه علاقه بيه هو شخصيا وبتدريباته وحجم جاهزيته؟ لا هو ليه اسم وليه تاريخ كويس طبعا ولاعيب دولي طبعا، اعتقد المشكله عنده مش عند الجهاز الفني. هو مش لما اللعيبه الحلوه بتطول شويه في القعده على دكه الاحتياطي، مش عايز اقول الموهبه بتقل يعني، بس بيبقى في تدني ولو بسيط في المستوى، مش هيبقى في التوب فورم يعني برضه مش هيقدر يدي اعلى مستوى. ما احنا الكلام ده قلناه في بدايه حديثنا، لازم المدرب يساعد بس لازم اللاعب يساعد نفسه كمان، هي دي النقطه المهمه، ودي احلى حاجه في الكوره حته التنافس بين اللعيبه وبعضها داخل الفريق الواحد طبعًا. دي بتعمل نتائج ودي بتحقق بطولات ودي ميزه الانديه الكبيره. كويس جدا.